مرحبا بكم مشاهدينا الاوفياء في حلقه جديده من برنامجكم تبوكاسا. اليوم غادي نتكلموا على جديد علاجات الشعر رفقه خبيره التجميل غزلان كوا. نمشيو نشوفوا شنو موجود علينا ونرجعوا لكم. الوغ اليوم غنوليو نوريو السيدات شنو هو الجديد في العالم ديال العلاجات ديال الشعر الجديد هاد السنه ديال 2016. كيف ما ورينا لهم من قبل هو كاين واحد لي زامبول خرجوا جداد فيهم الكولاجين، يعني من مستخلص طبيعي 100%، مصايب من مخود من لاباز ديال البومبو، يعني تنعرفوا القصب ديال البومبو صحيح ومتين وفيه زريعه الكتان والاوميغا 3 والاوميغا 6. الدور ديال هاد لامبول هادي ملي تنديروها على الشعر يكون هكذا فازك ووضعين فيه شويه ديال الماسك. غادي نخويو لامبول من بعد ما سخناها، غنخويو لامبول ديالنا في لو بول. من بعد ما خوينا لامبول ديالنا غادي نابليكيوها مش باغ مش على الشعر كامل. أبليكيو يعني بكميات قليلة الشعر كامل باش يكون جوستيفيه. النتيجة كتدوم على الأقل واحد المدة ديال واحد 4 أو 5 أسابيع، الشعر فيه لمعان وفيه صحة وحياة. وهذا السوان هذا العلاج يمكن السيدات كلهم، لا الحوامل ولا السيدة عادية ولا حتى الأطفال الصغار يمكن لهم يديروا لأنه طبيعي 100%. مشاهدينا الكرام وصلنا لنهاية حلقة اليوم من برنامج تبوكاسا. كيف ما شاهدتم معنا خبيرة تجميل غزلان كوا قدمت لنا علاج جديد ومفيد للشعر. نتمنى تكونوا استفدتوا من هذه الوصفة وتبقوا ديما أوفياء لبرنامج تبوكاسا. السلام عليكم ونتلقاو في حلقة جديدة ونصائح كتفيدكم الأسبوع المقبل.